السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالناس المهتمين بموضوع الاستيراد والتصدير، تصدير النباتات الطبية والعطرية. من أهم ملفات اللي يمسكها إدارة الجودة أو اللي ماسك جودة الشغل، تمام، إنه يخلي اللي ماسك إدارة الإنتاج يعمل له ملف ب خطوط الانتاج. عندك مكن، لو انت اللي بتنتج، يعني مش بيشتري من تجار وتصدر، لو انت اللي بتنتج يعمل لك ملف لخطوط الانتاج تعرضه للكاستومرز او المشترين اللي انت الامبورترز اللي انت هتوديهم بضاعة، او تعمل له في الملف ده كمان الاسماء الاسماء المنتجات، الصور للبضاعة المتخزنة، كراتين كده مرصوصة بشكل كويس ومميز وعليها الاستيكر بتاع الشركة، ويتفتح كده فيديو، يتفتح ويشوف البضاعة اللي فيه. هو ده التسويق، زي ما انت بتعمل بالظبط كده مع اي حد عندك بضاعة في المخزن. الحاج فلان جاي يشتري منك بضاعة، بيدخل وبيقلب بايده كده جوه النعناع، جوه الشيح، جوه الكلانديولا، جوه مش عارف ايه. ما هو كده، ما هي عملية بيع وشراء، هو التصدير بيع وشراء. انت فاكر الاجنبي ده قاعد يعني هناك حمار مثلا، مش فاهم في اي حاجة، يعني واحد هيكلمه كده على الايميل كلمتين انجليزي هيضحك عليه؟ يعني ما هو لازم له عينة، ولازم له تحاليل، ولازم له يشوف. تمام، خلاص. وتابعوني في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله.